ضمن موقع The Movie Database لو ننزل ضمن الموفيز شوية للأسفل راح نشوف أكو end point اسمها write movie الريكوست مالتها الميثود مالتها post. طيب لو نروح لهذا الريكوست فبما أنه هي post فحنعرف أنه هي حضيفة data معينة. خلينا نجي نشوف شنو بيها هذه ال end point مالتها slash movie slash movie id slash rating. إذا نعرف عندنا path parameter خلينا نجي نشيك عندنا path parameter من نوع integer عندنا query spring هاي الparameters أو ال API key والguest session ID والsession ID ذني عبارة عن string وهذا اثنين optional. اوكي انا اللي سويته ضفت لك الكلام هذا لحد هنا أنا. طيب الان خلينا نجي ننتبه الفقرة ضاف لنا شيء اخر واللي هو عبارة عن request body. لما تيجي تستخدم post request فانت راح تنضاف لك إمكانية الدز قيم بالبادي مع ريكوست بدل ما أددها ويا الـ URL كـ Query Parameters. إذن شلون أنا راح أجي أرسل قيمة أو مجموعة من القيم ضمن البادي مع الريكوست؟ نلاحظ أنه بهايلاند بوينت عملية إرسال قيم هي ترسل لي قيم اسمها قيمة واحدة اسمها Value والنوع مالتها Number. أوكي. قبل ما أكمل فقط أريد أضيف شغلة أنه هذه المفروض ترجع لي response of rate response. الآن أريد أضيف القيمة اللي اسمها value اللي هي نوعها number حتى أضيف body parameter. كل اللي راح تسوي راح تخلي at ومن ثم تجي تكتب field ضمن هذا الفيلد راح تخلي الاسم مالته واللي كان هو عبارة عن value وبنفس الوقت مثلا نسميه احنا خلينا نسميه stars كم نجمة قيمته ونخلي يكون النوع مالته integer وبما انه هو required فما اخليه nullable. اذا بهذا الشكل احنا ضفنا body request لهذا الريكوست. طيب الفكرة اللي لازم تعرفها انه احنا ممكن مو شرط كل الريكوست يكون بي باث وكويري وفيلد ممكن بعض منهن ممكن يجيك واحد كله فقط body parameter فانت لازم تعرف تستخدم الانوتيشن الصحيح حسب طريقة ارسال البيانات ضمن هذا الريكوست للامور اللي انت تحتاجها. بعض الامور اللي تكون nullable اذا ما حاب تدزها اصلا تقدر ما تخليها انت اذا ما تحتاجها نهائيا لكن انا افضل ان تخليها وممكن اصلا تتركها بالنهاية وتطيها default value مثلا يساوي لي null او من هذه الامور اللي ممكن تختصر عليك الكول للفانكشن. اذا هذا هو الطريقة الاولى اللي ندز بيها body request parameter. لنهاية هذا الفيديو انتظرونا بالفيديو القادم.